يقول السائل: ما حكم التحلق قبل الجمعة أحيانا دون مواظبة، علما أن وزارة الأوقاف تفرض على الأئمة الدرس قبل الجمعة؟ الدرس ليس هو من التحلق، الدرس موعظة تلقى، الناس مجتمعين لصلاة الجمعة يلقى عليهم درس أو موعظة قبل الصلاة، هذا محل نظر، يعني لا ينكر إنكار تام، ولكن الأولى تركه لأنه تكفي الخطبة، الخطبة تكفي عن الموعظة وعن الدرس. والمطلوب أن الناس إذا حضروا صلاة الجمعة يشتغلون بذكر الله بالنوافل، تلاوة القرآن، هذا هو الأحسن، أحسن من إلقاء درس قبل الجمعة. لكن لو عمله أحد لا ينكر عليه.